أو بعيد قليلا عن الضوء، هذا أخضر. هل ترون مثلث أخضر؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتوكل على الله إن شاء الله. إخوان ديالنا، الأصدقاء ديالنا، تحية جميع متتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله. الإخوان ديالنا، الموضوع كما قريتوا في العنوان، كل ما تريد معرفته إن شاء الله على ببغاء السنغالي أو طائر السنغالي أو اليويو أو ببغاء ذو الرأس الأسود أو الرمادي. إخوان ديالنا، إن شاء الله النقاط غادي نتكلم عليها مهمة، يعني كل شيء بغي تعرفوا على السنغالي ولا ببغاء اليويو، لأن الطائر هذا غامض جدا، للشكل ديالو، الألوان ديالو الغريبة جدا والغير المتناسقة، وشنا هما الحوايج اللي هتخلينا إن شاء الله أننا يعني نتلاحوا لهذا الطائر هذا إن شاء الله. الإخوان ديالنا، قبل ما ندخلوا المحتوى، الإخوان وصلوا لنا ان شاء الله هذا المحتوى هذا يوصل واحد 2000 لايك على الاقل، يوصل واحد 2000 لايك، وان شاء الله كاين محتوى جدادين بزاف واعلين ان شاء الله كيتسناو يتحطوا على القناه ان شاء الله، اللي غادي تستافدوا منه ويكون على الخير من هنا القدام ان شاء الله مع القناه مصعب فلوق مالك الببغاء. اخوان ديالنا، اول حاجه يعني أتبغي تعرف مثلا الحوايج اللي غادي تبغيو تعرفوا واللي غادي نحاولوا نتكلموا عليهم في المحتوى، واش هذا الطائر او الببغاء السنغالي هل يصلح للترويض؟ هل الببغاء السنغالي يتكلم؟ ما هو العمر المتوسط لهذا الطائر؟ هل هذا الطائر او الببغاء مهدد بالانقراض؟ كيف نفرق بين الذكر والانثى؟ هل هي من الببغاوات الاجتماعيه او الطيور الاجتماعيه؟ كم مره يلد فيها او يبيض فيها الببغاء السنغالي في السنة؟ موسم الولادة لببغاء السنغالي في السنة إن شاء الله. ما هي تغذية ببغاء السنغالي أو اليويو إن شاء الله؟ مهم إخوان ديالنا، هذا هو النقاط اللي غادي نتكلم عليكم. علاش أنا سبقت لكم هذه النقاط هادو؟ باش تعرفوا الموضوع علاش غادي يهضر، باش تعرفوا النقاط مزيانة علاش غادي تهضر. إخوان ديالنا اللي جالس دابا كيتفرج إن شاء الله، باش ما تقنطش وغادي تستافد، جيب شي حاجة تشربها، شي أتاي، شي عصير، شي قهوة، وجلس معنا وتمعن مزيان وتصنت مزيان، لأن اليوم غادي تعرف بزاف ديال الحوايج على ببغاء السنغالي أو ببغاء اليويو إن شاء الله. إخوان ديالنا، نبداو بأول نقطة. أول نقطة اللي هي أول حاجة كيشوفها أي واحد يريد اقتناء يعني أي نوع من الطيور، يعني هل هذا الطائر يصلح للترويض؟ ببغاء السنغالي الإخوان ديالنا، ونحاول نختصر لكم، نحاول نختصر لكم الإخوان، أن ببغاء السنغالي يعد من أنواع الببغاوات اللي هي ذكية، ذكية جدا، وقد تقلد حركات غريبة وصعبة على بعض أنواع من الببغاوات في تقليدها إن شاء الله. يعني يصلح للترويض ويصلح لتدريبه في عدة أمور، مثلا في طيران الحر، وينجح معه طيران الحر ويكون مستوى عالي معه، لأن ببغاء اليويو أو ببغاء السنغالي فهو يتعلق بصاحبه وتكون هناك صلة مترابطة بينهم، لذلك يعطيك في الترويض أو التدريب يعطيك مستوى رائع جدا. نمر الآن إخوان إلى النقطة الثانية. هل هذا الببغاء اليويو أو السنغالي هل هو يتكلم؟ ببغاء السنغالي إخواني أصدقائي، الببغاء السنغالي في الكلام كلام ضعيف جدا، يعني لا يتكلم، ليس لا يتكلم نهائيا، بل يتكلم قليل جدا، ولكن كلمات غير مفهومة جدا. قد يقول بعض الكلمات مثلا مثل الكلمات التي تتكون من حرفين، ولكن بصوت منخفض جدا. إخواننا، نمر إلى النقطة الثالثة. العمر المتوسط لببغاء السنغالي، العمر المتوسط لببغاء السنغالي هو ما بين 30 سنة حتى 40 سنة، يعني هذا هو العمر المتوسط لببغاء السنغالي. نمر إلى النقطة الرابعة. هل هذا النوع من الببغاوات مهدد بالانقراض؟
لا الإخوان، هذا نوع من الببغاوات ليس مهدد من الانقراض، لأنه يتكاثر بسرعة ويكون كل عش حوالي تصل فراخ كل عش حوالي ما بين 3 فراخ حتى 5 فراخ، في بعض الأحيان تصل حتى 6 فراخ في العش، ويتكاثر بسرعة كبيرة جدا إن شاء الله عندما تتوفر له الأجواء والمحيط المناسب ودرجة الحرارة المناسبة والرطوبة كذلك. نمر إلى النقطة الخامسة إن شاء الله، فنفرق بين الذكر والأنثى. بين الذكر والأنثى إخواني، بين الذكر والأنثى كما ترون معنا في القفص، يعني زوج من ببغاء سنغالي، سوف أحاول أن أمسك بأحدهم لكي أريكم المنطقة التي يجب عليكم تأكد منها، وأن تعرف كيف تفرق بين الذكر والأنثى بطريقة صحيحة وبطريقة احترافية جدا. لذلك إخوان أصدقائي، سوف نبدأ تحدي مع هذا الزوج لكي نمسك بأحدهم إن شاء الله، ونتوكل على الله إن شاء الله. الآن سوف نحاول، لأن الإمساك بببغاء سنغالي فهو شيء صعب جدا. كذلك الإخوان ديالنا كيعض شي عضات، ما نقولكمش العضات ديالو، ما نقولكمش. دابا هادو تقريبا حوالي عام ونصف هما معايا، وكانوا عند الصديق ديالي، خديتهم عند واحد الصديق ديالي ضاربين عنده عام، يعني قول تقريبا عامين ونصف هما في الأسر إن شاء الله، ولكن ما مدرسين ما مروضين ما والو. غنحاول نمسك واحد فيهم إن شاء الله بأي طريقة ضروري باش نوريكم فرق بين الذكر والأنثى. الاخوان ديالنا الاصدقاء ديالنا كيف ما كتشوفوا الاخوان، مسكنا واحد، قمنا بالامساك بواحد. كيف ما كتشوفوا معنا الاخوان ديالنا المنطقه، يعني اضطريت، يعني ضروري خصني نقوم بعمليه امساك، يعني احد الازواج لكي تتعرف على المنطقه ان شاء الله. المنطقه لكي نتعرف، هناك بعض الإخوان يقولون أن هذه منطقة ديال الصدر عندما يكون المثلث كبير أو صغير، هذيك يعني هو الفرق بين الذكر والأنثى. لا غلط، هذا غلط، غلط كبير جدا إخواننا. المنطقة التي يجب علينا التعرف عليها من الذكر والأنثى هو هذه المنطقة، وبتجربة يعني قمنا بتمييز بهذه المنطقة، وقمنا بفعل تحاليل الدم، وكانت يعني النتيجة صحيحة 100% إن شاء الله والحمد لله. المنطقة، هذا المثلث كما ترون، في هذا المثلث يجب أن يكون أخضر للأنثى، إذا كان أخضر يكون أنثى. إذا كان هذا المثلث، سوف أقرب لكم، هذا المثلث الذي يكون بعيد عن المخرج، ها هو المخرج، ويكون المثلث يعني تحت الديل، هذا هو الديل والمثلث تحت الديل. عندما يكون هذا المثلث فيه أخضر تكون أنثى 100%. إذا كان هذا المثلث في الأصفر يكون ذكر، ذكر 100%. سوف أحاول إمساك بالذكر ولكي أريكم الفرق. انظروا جيدا، هذا سوف أبعد قليلا عن الضوء، هذا أخضر، هل ترون؟ مثلث أخضر. سوف أريكم الذكر، مثلث أصفر. كما ترون أصدقائي، الذكر يكون قوي جدا ويكون شرس لدرجة صعب أن تمسك به. إخواننا أصدقاء، كما ترون، هل ترون المثلث للذكر في اللون الأصفر؟ هاو في اللون الأصفر، هذا المثلث في اللون الأصفر، هذا هو الذكر، هذا هو الذكر، انظروا، هذا هو الذكر يعني جاهز. والعلامات الجهوزية إخوان، علامات الجهوزية لببغاء اليويو علي على العين أن تكون في اللون إما البرتقالي أو الأصفر الغامق.
هذا المثلث فهو يدل على الذكر. هذا هو الفرق للببغاء السنغالي على يعني هذا هو الفرق يعني بين الذكر والانثى للببغاء السنغالي ان شاء الله. والان هل الببغاء السنغالي او الببغاء اليويو هل هو من الطيور الاجتماعيه؟ هل يمكن ان تتعايش في مجموعات في مسارح يعني في اقفاص كبيره وان تنتج والى اخره؟ نعم، ببغاء السنغالي فهو من الطيور الاجتماعيه والطيور او الببغاوات الاجتماعيه التي تحب التكاثر في مجموعات وتعطي انتاج كبير جدا في مجموعات وتكون نتيجه جميله جدا. كم من مره يلد ببغاء السنغالي في السنة أو يبيض في السنة إن شاء الله؟ الببغاء السنغالي أو الببغاء اليويو يلد من 3 مرات في السنة حتى قد يصل حتى إلى 4 أو 5 مرات في السنة إذا كانت التغذية ممتازة، إذا كان الجو مناسب مثل الجو الذي يكون فيه في إفريقيا في منطقة تيمنا، يكون الجو معتدل، تكون الحرارة لا تقل عن 22 درجة، فهذا هو الجو المناسب للببغاء اليويو أو السنغالي إن شاء الله. موسم الولادة لببغاء السنغالي، موسم الولادة لببغاء السنغالي يبدأ في بداية دخول فصل الربيع قد أو قبل، يعني عندما تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع، يعني عندما تصل درجة الحرارة 22 فما فوق يبدأ الببغاء السنغالي في المحاولة للتكاثر والإنتاج. قبل أن نكمل هذه المرحلة نتمنى أن تتركوا لنا يعني تعليقاتكم إن شاء الله، ومن يزور القناة لمرة الأولى فليضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس لكي تتوصلوا بكل محتوى جديد أو فيديوهات جديدة إن شاء الله. إخواننا أصدقائنا، أحاول أن أتكلم باللغة العربية لكي المعلومة تصل إلى إخواننا ومتتبعينا خارج الوطن، وتحية لجميع متتبعين خارج الوطن وداخل الوطن. المرحلة الأخيرة هي تغذية ببغاء السنغالي. تغذية ببغاء السنغالي فهو ببغاء يمكن أن يتغذى على كل شيء ما عدا الأفوكادو والقزبر والشوكولاتة، وكذلك ابتعاده عن الملح والسكريات المصنعة. وأظن إخواننا لقد استفدتم معنا في هذا المحتوى، ونشكركم على تتبعكم لهذا المحتوى حتى النهاية إن شاء الله. وكان معكم أخوكم مصعب فلوغ مالك الببغاء إن شاء الله، وشكرا، نتمنى منكم الدعم، وشكرا جزيلا للجميع.